السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناة فيوتشر كوين، راح نتكلم فيه شوي على البيتكوين. أصدقائي، أنا حبيت أوجه رسالة بسيطة. في أشخاص صار يقولوا البيتكوين راح ينخفض والبيتكوين راح يرتفع. إذا بتسأل أي شخص بتقول له شو هي دلائلك أو من وين أخذت تحليلاتك، بيقول لك أصلي قرأت الشموع وأنا بعرف بالشموع، وهذا الكلام هذا كله. أصدقائي، اليوم البيتكوين بمنطقة 39,000 دولار، وصل لمنطقة 41,000 دولار و300 دولار، وصل لمنطقة 41,000 و300 دولار. طبعا بتقولوا لي ليش وسبب الانخفاض؟ أصدقائي، اللي اشترى من هالمنطقة هاي أو من هالمنطقة هاي ضروري يبيع ويجني أرباح حتى ولو بالبيتكوين. كلنا نعرف عملة البيتكوين عملة استثمار ليست عملة مضاربة يومي، لكن الحيتان الكبار تستخدم البيتكوين للتداول وجنين أرباح. طبعا بالنسبة للشخص اللي بيقول لي إنه قرأت الشموع ما قرأت الشموع، أصدقائي، فترة من الزمن أنا من أشخاص المتداولين القدامى في عالم العملات الرقمية. كان قراءة الشموع إلها فائدة، نحط خطوط الدعم وخطوط المقاومة وفعلا نتنبأ بشكل صحيح بالعملات الرقمية. حاليا أصدقائي، الشمعات اليابانية وقراءة الشارت عبارة عن كذبة صريحة. يعني ممكن أنا أقرأ الشارت، ممكن أحط خطوط دعم خطوط مقاومة، لكن بتصريحة سياسي ممكن تعبي كله يختفي. تقولوا لي كيف؟ والله يا أصدقائي، مثلا آيلون ماسك إذا غرد بينزل السوق، إذا غرد بيرفع السوق. يعني حاليا السوق نقدر نقول مركزي، يعتمد على التغريدات السياسية ورجال الأعمال الكبار. ارتفاع البيتكوين الأخير، شركة مايكرو استراتيجي ومايكل سيلر، قطب من أقطاب عالم العملات الرقمية وعالم البيتكوين بالذات، من الأشخاص بحب البيتكوين، اشترى 500 مليون دولار من البيتكوين، أدى إلى رفع السوق تقريبا من 38,000 دولار 41,300 دولار. هيك أصدقائي، بحب لكم، نحن أشخاص لدينا عقل نستطيع التفكير، مش أي شخص بيرسم خطين على الشارت معناتها هو محلل فعلا. كنا يوم من الأوقات تحليلات تكون مضبوطة، لكن حاليا الشارت عبارة عن مزحة كبيرة. لهيك أصدقائي، لا تسمعوا كلام أي شخص، فكر بعقلك ما تفكر بعقل غيرك. حاليا السوق بشكل كبير نقدر نقول عليه مركزي، يعتمد على تغريدات كبار رجال أعمال وكبار سياسيين. ما رح ترجع هيبة البيتكوين وما رح يرجع قراءة الشارت النظامي إلا إذا صار سوق العملات الرقمي لا مركزي تماما. إذا غرد آيلون ماسك 10,000 المرات ما بيأثر بالسوق ولو 1%، وإذا غردوا كبار سياسيين هالشي ما حيأثر بالسوق. وشغلة تانية، البيتكوين وعالم العملات الرقمية بيرجع مستقر إذا تم الاعتراف بهم كعملات رقمية وجزء من الاقتصاد العالمي. يعني إذا بتقول دولة أمريكا أو أي دول من الدول العظمى بتقول إنه دولتنا معتمدة على البيتكوين وتعدين البيتكوين، وخاصة تعدين البيتكوين عن طريق الطاقة النظيفة، بهداك الزمن ممكن يرجع هيبة العملات الرقمية، ممكن نشوف البيتكوين فوق 60,000 دولار، ممكن نشوفها حتى فوق 100,000 دولار إذا انتهت موجة الهجوم على البيتكوين والعملات الرقمية كافة. طبعا نعرف أن البيتكوين الرأس الكبير للعملات الرقمية، إذا تم تنظيم أمور بيتكوين راح تنظم أمور باقي العملات جميعها. لازم يوضع قانون لمراعاة البيتكوين والعملات الرقمية وحماية الأصول الرقمية وحفاظها من السرقة ومن الهكر. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، لا تنسوا تعملونا لايك وشير واشتراك ليوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة.